هذا الأمر رهن ما ستقوم به طالبان. إذا طالبان الآن أعلنت ما كان يروج له منذ ساعات ومنذ ربما أيام عن أنها ستعلن أفغانستان إمارة إسلامية، سيكون التعاطي معها شيء. وإذا أبدت طالبان على أنها ستكون أكثر انفتاحاً باتجاه الديمقراطية، أعتقد أن يعني الجو سيكون أيضاً مختلف. ولكن بطبيعة الحال في الترتيب الإيديولوجي الفكري لطالبان لا يمكن طالبان أن تتجه نحو الديمقراطية. لكن ما جرى في أفغانستان فتح الباب جدياً الآن أمام تكهنات وربما تكون وقائع وحقائق ستحدث في كثير من المناطق وأبرزها وفي مقدمتها العراق. لما نشوف نحن إدارة بايدن بأي اتجاه رايحة وشو عم تفكر، لأنه الأرضية في العراق جاهزة لأن تعود ولادة الجماعات المتطرفة ونخلق جماعات متطرفة شبيهة بجماعات داعش وغير داعش، لأنه الفريق الآخر يعني اعذرني على هذا التعبير، نعم. الفريق الشيعي يعني جماعات المسلحة موجودة ومتوفرة وظاهرة للعلن. هلا الجماعات الأخرى تعرف أنت هي مجموعة من المخفيين حاليا ومن المجموعات اللي بتتحرك مخابراتيا. من شان هيك يعني الأمور معقدة جدا، ولكن ساحتنا منا بعيدة عن التداعيات ما جرى في أفغانستان.